طيب من الحالة المرورية لحالة الجو نروح للأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية علشان نطمن منه على حالة الجو. صباح الورد أستاذ وحيد. صباح الخير يا فندم. صباح الفل على حضرتك، وطمنا النهاردة أهم ملاحظات حضرتك على الحالة الجوية. يعني في انخفاض طفيف في درجات الحرارة وفي نسبة الرطوبة أيضا، هو طقس اليوم بالنسبة للمنطقة الشمالية للبلاد مقصود بها سواحلنا الشمالية والوجه البحري والقاهرة. تمام. جو معتدل معظم ساعات اليوم حضرتك. تمام. لكن ما بين وقتي الظهيره والعصر الجو بيكون مائل للحراره، لان خلال هذا التوقيت بتسجل اعلى درجه الا وهي درجه الحراره العظمى المتوقعه. انتقالا لمحافظات شمال وجنوب الصعيد، الجو ما بين الحار وشديد الحراره وسيناء شمال سيناء رفح المصريه والعريش جو معتدل، اما بالنسبه لجنوب سيناء عند شرم الشيخ ما زال حار. ده خلال ساعات النهار. ايضا يبقى الطقس ليلا لطيف على كافه انحاء الجمهوريه. التوقعات بتشير الى انخفاض تدريجي اخر في درجات الحراره على مدار ال 72 ساعه القادمه، مع احتمالات كبيره لبدايه سقوط امطار غدا على اقصى غرب الجمهوريه مقصود بها السلوم مطروح الاسكندريه. تباعا يمتد فرص سقوط الامطار الى المناطق الداخليه زي الوجه البحري والقاهره بشكل خفيف اعتبارا من يوم الثلاث باذن الله. حركة الملاحة البحرية النهارده البحر الأحمر مازال مضطرب وغير مهيئ للأنشطة البحرية على النقيض المتوسط يسمح بكافة عمليات الصيد والملاحة. نعم أستاذ وحيد، ده فيما يخص بقى يعني سيزون الخريف هينتهي إمتى تماما؟ لا احنا لسه في بداية فصل الخريف، يعني لغاية 20 ديسمبر حضرتك. 20 ديسمبر قدامنا 3 شهور على الأقل لغاية لما ينتهي فصل الخريف اللي هو بيعتبر من أجمل فصول السنة. اجمل فصول، ولكن بيكون الجو متقلب ما بين يعني في طبيعي، لان هو فصل انتقالي بين اما من حراره ورطوبه الصيف الى بروده الشتاء، لذلك هو فصل انتقالي يتسم بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، لكن زي ما قلت معظم ايامه اعتدال في الاحوال. يعني الجوية. يعني مهم يبقى فيه جاكيت خفيف موجود احتياطي في حال طبعا حضرتك. تمام، نشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا استاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئه الارصاد الجويه.